كلية الفقه الحنفي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي فإن طلق الزوجة المرأة ثالثا بعد الخلع فلا تحل المرأة للزوج من بعد الثالث حتى تنكح زوجا غيره، ووطئها هذا الزوج الثاني وطلقها الزوج الثاني. تمام. طيب، فالشافعي رحمه الله يقول إنه متصل بقوله الطلاق مرتان حتى تكون هذه الطلقة ثالثة. وذكر إيش هو المتصل؟ فإن طلقها، كأنه قال الطلاق مرتان، فإن طلقها بعد المرتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذكر الخلع عفوا، ذكر الخلع بينهما جملة اعتراضية، يعني حكم آخر بين حكم كامل. واضح؟ قال وذكر الخلع وهو قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا إلى قوله فأولئك هم الظالمون جملة معترضة، ولم يجعل الخلع طلاقا بل فسخا، هذا على القول الضعيف. وقلنا إن القول الصحيح عنده أنه طلاق ومع ذلك لا يلحقه. ولا يصير الأولان مع الخلع ثلاثة، يعني هم يريدون علينا إرادا، لو أنتم حسبتم الخلع من جملة، يعني من ضمن الجملة، إنه هو ليس جملة اعتراضية بل جملة أصلية، الطلاق مرتان ثم لا جناح عليهم إتراج، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي طلقة ثالثة، ثم فإن طلقها هي طلقة رابعة فلا تحل، هل أنتم تقولون بذلك يا حنفية؟ لا. إذن هو يريد أن يستدل إنه جملة الخلع هنا اعتراضية، تمام، وليس جملة أصلية، وإنه فإن طلقها فلا تحل له هذه متصلة بقوله الطلاق مرة. قال فيصير قوله تعالى فإن طلقها رابعا، فإن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق عنده، فإن قوله تعالى فإن طلقها متصل بأول الكلام اللي هو الطلاق مرة، فيما بينهما جملة معترضة لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعده. ونحن نقول إن الفاء خاص، إذن الخاص مش بس أسماء أو أفعال، فاقطعوا اركعوا اسجدوا، لا، حتى الحروف مش مر معنا أنه حتى خاص للغاية، صحيح؟ كذلك هنا الفاء لفظ خاص، لفظ خاص وضع لمعنى مخصوص وهو التعقيب. كل حروف الجر، مبحث كامل من أكبر مباحث أصول الفقه دلالات حروف الجر، معاني حروف الجر، أو سموه حروف المعاني، حروف المعاني أعم من حروف الجر، حروف المعاني، حروف الجر، حروف العطف وهكذا، وهو التعقيب. وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني عقب الطلاق مرتين أو مرة، عقب ذاك الطلاق فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. فهذه ليست جملة اعتراضية أجنبية عن السياق، بل هي من ضمن السياق على ما سيأتي تفصيله. قال فينبغي أن يقع بعد الخلع وهو أيضا طلاق، اللي هو قوله فإن طلقها، هاي بعد الخلع، يعني هنا فإن طلقها، هذه الشافعي بيقول لك الخلع اللي قبلها خارج عن سياق الجملة، جملة اعتراضية لا علاقة لها بالسياق. فإن طلقها هذه ترجع إلى المرتين السابقتين اللي هما طلاق عادي، طلاق رجعي، وليس إيش، وليس الخلع منها. إحنا بنقول لا، الخلع من جملة، من ضمن الجملة، فإن طلقها هذه إيش، طلقة الثالثة بعد الخلع بترتب عليها الحكم. إذن طلقها بعد الخلع وحسب الطلقة، إذن الطلاق بعد الخلع يحسب طلقة. نعم. قال وهو أيضا طلاق، فينبغي أن يقع بعد الخلع وهو أيضا طلاق، الخلع طلاق، وغايته أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعا، يعني على كلامكم أنه أول طلقتان، والآن طلقة الخلع، والآن الطلقة التي عقب الخلع، اثنتان في قوله تعالى الطلاق مرتان، والثالثة الخلع، والرابعة هي هذه اللي بعد الخلع. ولكنه لا بأس به، فإن الخلع
ليس طلاقا مستقلا على حدة بل مندرج في الطلقتين اللي قال الطلاق مرتان، ومنهما إما أن تكون رجعيتين أو إحداهما رجعية والأخرى خلعا، أو أن تكون الإثنتان رجعي يعني مخالعة. فكأنه قيل الطلاق مرتان سواء كانت رجعيتين فحينئذ يجب إمساك معروف أو تسريح بإحسان، أو كانتا في ضمن الخلع أو إحداهما رجعية والأخرى خلعة فحينئذ تكون بائنة لا يكون فيها إمساك بمعروف، صحيح؟ لكن في النهاية الذي نريده أن الطلاق عقب الخلع يقع، لأن الطلاق مرتان وهاتان المرتان ليستا مبينتين، تحتمل أن تكون رجعيتين واحتمل أن تكون يعني الثانية خلعا. فإن طلقها بعد المرتين المذكورتين فيما قبل فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بعد المرتين اللي الثانية هي خلع. نعم الآية. وعلى هذا التقرير اندفع ما قيل إنه يلزم أن يكون الطلاق الذي بعد الخلع فقط حكمه عدم الحل للذي قبله وليس كذلك، وأنه يلزم ألا يكون الخلع إلا بعد المرتين عملا بقوله فإن خفتم، وليس هذا بلازم. ليش؟ لأنه لما يقول فإن خفتم لا يلزم أن يكون بعد المرتين، يمكن المرة الأولى يكون مخالعة صح، وممكن المرة الثانية يكون مخالعة صحيح ولا لا؟ يعني تزوج ثم خالعته ابتداء ثم طلقها وهي في العدة مرة ثانية تحسب طلقة ثانية، ثم طلقة ثالثة في العدة تحسب طلقة ثالثة ولا تحل له حتى ينكح زوجا تنكح زوجا غيره. يعني لا يشترط أنه فإن خفتم تكون بعد طلقتين، هذا لا يشترط لا شرعا ولا واقعا أصلا. ما هل قال أحد بأنه يشترط أن يكون الخلع أن يسبق الخلعة طلقتان؟ لم يقل أحد. قال ولكن يرد أن هذا كله، لاحظين الأصول كم هي دقيقة جدا، وكل جزئية نخرج من الإيراد يورد علينا اعتراض آخر، وكل اعتراض نجيب عليه يجاب عليه. هذه تسقل وتشحذ المذهب، يصير المذهب قويا متينا، لأنه لا يبقى أي اعتراض إلا وتمت الإجابة عليه في أصول الفقه، واضح؟ فيثبت المذهب، المذاهب تثبت بماذا؟ بقوة أصولها وبالفقهاء والأصوليين الذين والمحدثين الذين يدافعون عن أصول هذا المذهب وعن فروعه، واضح؟ لا نسلم للخصم وندافع وهم لا يسلمون لا يدافعون، فيثبت مذهبنا ويثبت مذهبهم. لكن المذاهب التي لم تثبت لا نستطيع أن نثق بأن هذا هو الأصل، ولا نستطيع أصلا أن نفرع على هذه الأقوال، صحيح؟ طب فما بالكم بمن لا أصول عنده ويقول لك نحن نتبع السلف؟ لو واحد سألك ما هو فهم السلف؟ أصول الفقه، أصول الفهم، صح؟ طب من لا أصول للفقه عنده بل يعدون أصول الفقه بدعة، يقول لك هذه كلها اعتراضات وكلها كلام في كلام، كيف سيوثق بدينه؟ ما الذي سيخرجه من مخرجات للأمة؟ قال ولكن يرد أن هذا كله إنما يصح إذا كان التسريح بالإحسان إشارة إلى ترك المراجعة كما حررت. احنا قلنا في البداية أو تسريح بإحسان تحتمل عدم الإرجاع وتحتمل الطلقة الثالثة، هذا الكلام كله متى يصح؟ يعني الاستدلال فإن طلقها وكذا متى يصح؟ إذا كان المراد بالتسريح بالإحسان إيش هو؟ عدم الإرجاع، إذا إشارة إلى ترك المراجعة أنه ما يرجعها خلاص، تمام؟ هذا ترك الإحسان. كيف الآن مثلا عندنا الطلاق الحسن يطلقها في كل طهر، في كل طهر إيش؟ تطليقة. الأحسن منه يطلقها تطليقة حتى تنتهي عدتها، فهنا قال التسريح بإحسان مش أنه يطلقها طلقة ثالثة وخلاص لا ترجع. طب ممكن يتراجعوا أنفسهم ويرجعوا لبعضهم البعض، التسريح بإحسان أن يتركها فتنتهي عدتها. قالوا أما إذا كان إشارة اللي هو التسريح بإحسان إلى الطلقة الثالثة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هو الطلاق الثالث، تمام، لكن هذا اللفظ غير ثابت، فحينئذ يكون قوله تعالى فإن طلقها بيانا لذلك ولا تعلق له بمسألة الخلع أصلا، بيكون فإن طلقها بيان ليش؟ للتسريح بإحسان. طيب
فيكون المعنى إن بعد المرتين إما إمساك بمعروف بالمراجعة أو تسريح بإحسان بالطلقة الثالثة، فإن آثر التسريح بإحسان فطلقها ثالثا فلا تحل له من بعد الآية. تمام؟ واضح؟ قال: وهذا خلاصة ما قالوا والبسط في التفسير الأحمدي. تمام، هكذا نكون قد انتهينا من 5 تفريعات، بقي علينا تفريعتان ثم ننتقل إلى مباحث الأمر، فيرجى تحضير جيدا، لأنه زي ما لاحظتوا المسائل دقيقة، الذي لا يحضر جيدا يصعب عليه الفهم جدا، يعني نتكلم في واد وهو في واد آخر، يقينا ليس ظنا غالبا بل يقينا هو في واد، إلا إذا كان حبر زمانه بالقطعة على الطائر، وهذا يعني ممتنع عادة، مستحيل عادة، كلنا يعني فهمنا قد بعضنا، إذا ما حضرنا جيدا يصعب إيش الفهم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلية الفقه الحنفي.